السلام عليكم، أهلا يا تاسة، معاكم سهام صالح معلمة مادة الكيمياء للصف التاسع على منصة أبواب. إن شاء الله رح نكون مع بعض بحصص لايف تفاعلية لحتى نجاوب على أهم أسئلتكم، لأن المادة بالتفصيل موجودة على المنصة. كيف حالكم تاسة؟ نشيطين اليوم، مس أمي علينا امتحان، مس أمي عنا حصة. والله أهلا وسهلا، أشوف مين الأشخاص اللي عنا. أهلا يا إنسان، آسي ما شفتك وإنتي عم تبعتي لي. تمام الحمد لله، إنتو كيفكم؟ شو الأخبار؟ كل عام وإنتو بألف خير، تقبل الله طاعاتكم، إن شاء الله يا ربي بينعاد علينا وعليكم بالخير وهداة البال. هلأ صحيتي؟ شريت عواية على العيد، والله يا سيما يعني في بوادر، ها بلشت يعني حطيت تصور ببالي، بلشت أجيب القطع الرئيسية، بس إني خلصت؟ لا والله لسه، بصراحة ما في وقت بالمرة للأسف يعني. شكرا. وين بقيت الأشخاص؟ شيروا لينك اللايف يلا سريعا سريعا. شو عاملين؟ كيف الاستعدادات للعيد؟ كيف أموركم؟ وينكم؟ اختفيتوا فجأة. هلو. الدنيا كتير أزمة، صح مظبوط. أهلا أهلا يا عمر، نورت والله. لا لا يا لما، حتى لو إحنا مو حاسين إنه في عيد لازم ننبسط فيه ونلبس. بدرس عمر، يس عمر أبو سرية من الطلاب الرائعين عندي في الصف، إلا إذا عم تحكي عن حد تاني. أهلا يا رجين، أهلا أهلا، هلا والله برنيم. اليوم عادي رح نحكي عن الخلايا الجلفانية ورح نحكي عن تطبيقاتها الموجودة عندنا. لا هو عمر موجود عندنا بالصف. تمام الحمد لله، انت كيف حالك؟ اين بقية الاشخاص والبيبل؟ وين لؤي يا عمر؟ نازل يشتري اواعي عيد شكله. الله يعافيك يا شهد، اوه ممتاز والله. يا لما بحس ان الناس نايمين يعني هيك الكل مع الجو، خصوصا اليوم الدنيا شمس وشوي بشوي تين. معلش يا عمر عادي خليه. فالناس كلها نايمة. يس يا ريماس، هاي اخر محاضرة او حصة ان شاء الله قبل العيد، لانه اكيد ما رح ناخد يعني الاسبوع الجاي الا اذا ناويين نعيد على بعض. ففي حكي تاني عملت مع معمول للعيد، إن شاء الله ناويين نعمل بالويكند. مش لما المس تبعتكم متعطل، مش بس نخلص. الحمد لله يا رنيم، كيف أموركم؟ طيب تعزع، ما رح أشد عليكم كتير اليوم برضو بالمحاضرة، كونها نهاية رمضان. الحمد لله كان شهر خفيف. أهلا يا دانيا، لسه بدي أسأل وين سلسبيل كمان؟ كتير في ناس ناقصين سلسبيل، صار يمكن حسان ما عم تحضر. فريق أبواب لو سمحتوا بدنا لينك اللايف على الشات عشان سيما تبعته على الجروب. الحصة الجاي ما راح أحضر الحصة غير وأنا باكل، حلو ممتاز. وأنا ما راح أحضر الحصة غير وأنا بشرب قهوة. أهلا يا مريم، أهلا أهلا. لا لا يا إنسان أكيد لا، الحصة الجاية يا جماعة، سوري الأحد الجاي ما في حصة، الأحد اللي بعده إن شاء الله نكون خلص يعني أفطرنا والحمد لله ربنا قدرنا نخلص رمضان. فإن شاء الله إنه صعب والله يا سيما، لأني مو شابكة اللابتوب على الماسنجر. ثانك يو يا لما. أهلا يا صهيب، ممتاز ممتاز ممتاز، شكرا يا سيما، شكرا شكرا شكرا. تبعتي لي الرابط؟ لا ابعتيه على الجروب على الشات، ممكن نخلي فريق ابواب يرجعوا يعملوا له فورورد. طيب شو رايكم نبلش؟ احكوا لي شو طبخين اليوم، بس بالله كوني جوعانه، شو طبخين اليوم؟ حلو ممتاز يا شهد، حبيتكم وانتم عاملين حالكم اساتذه. منسف يا عيني، مقلوبة زهرة، حلو حلو حلو، صينية دجاج، الخيارات مغرية مجدر، يا الله شو بحبها. برجر لا أعلم، والله أنا فارطة جوع، مش عارفة مالي آخر أيام صايرة أجوع أكتر،
شو رأيكم بالموضوع؟ دجاج مقلي، مقلوبة بياه، بحس إنه مقلوبة لذيذة. سمك، والله مرح هيك، أنا احترت إنه وين بدي أروح وين دوالي، لأنه الدنيا شوب. أوكي صح، هلأ هي بالضبط يا عمر، والله نار نار، يعني حتى إحنا كمان عاملين بيتزا، فإذا بتحبوا تتفضلوا. عشان الشوب هلأ هي ما كانت شوب كتير بالمباني، يعني داخل الأماكن، ولكن للأسف اللي كان جو، يعني كان شوب هو الطريق، يعني الترويحة كانت شوب للأسف. عقلكم عقلكم ما عقلكم، خلص هلأ الواحد هيك بياكل، أهلا وسهلا يعني، بعدين بياخد هيك فنجان قهوة، بعدين بستعد يشوف شو بده يعطي لتعسى بكرة بحصتهم. صح يا عمر؟ الله يرضى عليك يا مرح. لا لا تعالي تعالي يا داني، ما رح تجوعي، والله مس كلياتنا جوعانين. والله أنا فارت جوع، مش عارفة مالي. الله يرضى عليك يا شهد، أهلا يا ملك، كيف حالك؟ حلو، حبيت إنكم نشيطين، الحمد لله عددنا كتير منيح. بس والله يا سيما شوفي لنا سلسبيل في الأيام الجاي إذا بتشوفيها، إنه ليه ما عم تحضر الحصص؟ لا، وأنا آخر أيام صايرة عم بجوع كمان. إن شاء الله خفيف ولطيفة جدا. خلص هاي حصة العيد فهي معايدة. أنا بس والله يعني ما بدي نلغي الحصة، لأنه أنا كتير بحب أشوفكم، وبحب إن نحكي مع بعض، وبحب أشوف شو مخططاتكم للأيام الجاي لإجازة العيد، كيف حماسكم للعيد. أنتوا عارفين إنه العيد بهجة فرحة، حتى لو كان يعني الحدا مش حاسس فيها، خصوصا احنا البنات، يعني لا طلع ولا نتلم، يعني انا بطلع بنزل، بس لازم الواحد سبحان الله انه يبين فرحة العيد. والله يا رنيم رح تشوف الستوري، رح اعيد عليكم بالستوري ان شاء الله على الانستغرام، اعيدكم درس كيمياء، اعيدكم اشي هيك يعني شوكولاتة مثلا، ممكن تكون الهدية موني مثلا مثلا مثلا، هاي العيديات اللي بتفتح النفس صح؟ والله في جروب على التليجرام، لا أعيدكم على الفيسبوك. حاضر أستاذ زيد، طمنا عنك. والله يا داني أنا كمان بفكر بعطلة العيد أنام، بس إلا ما يكون في أجواء وطقوس مع العائلة، إلا بحس أحول لك راتبي أحسن، بدك عليه 60 ليرة، ليش إن شاء الله؟ ليش مش موجودة على جروب الفيسبوك؟ اسمي على انستا هيام صالح، تي دوت هيام صالح. آسيمة أبقول لك بدي عدي 60 ليرة، ليه إن شاء الله؟ أعيدكم 5 ليرات على الداير. والله يا زيد أنت هيك ما بدك راتب، بدك رواتب بس. انا من عندي بعطيكم هديه، انه انا اليوم ما اتقل عليكم بالحصه، ما رح ناخذها كامله للستة عشان تقوموا وتتحركوا. يمكن في ناس حتى كمان، الله يرضى عليك يا لما، يمكن في ناس كمان هلا عم بيحضروا حالهم من العيد، عم بيعملوا كعك ومعمول. كيف اجواءكم؟ بتعملوا كعك ومعمول ولا كيف؟ يس طبعا يا ملاك، يعني لا اخفيكي لسه ضايل كم قطعه، واحنا البنات كتير زورنا صار صعب. شكرا شكرا يا سيما، لسه ما عملت. أحمد كيف حالك؟ أوه يعطيك العافية يا زيد، هاي زيد كان يعمل مع أمه كعك عيد، شايفين كيف؟ بحب أنا الشباب المساعد. حلو، حبيتي شهد والله، يعني ماما إلها بيج مثلا. صح يا داني، صح، كل اللي بتحكي صح. مس يس، بدنا نعمل يالين ولكن آخر الأسبوع. طيب يلا شو رأيكم نبلش؟ حلو، حبيت. ليش هو اجتماع؟ سيما يلا طبعا اجتماع مهم جدا، نناقش في المواضيع الكيميائية. أي تجمع؟ إن شاء الله يا داني،
كيف نعمل كيك؟ لا، ممكن نعمل تمرين لأجواء العيد مثلا. هلا منصة أبواب رح يعمل بعد العيد، بس هي صراحة يعني أنا ما بدي أسرب لكم المعلومات، بس حيكون في إشي كتير حلو لطلاب المدارس وطلابنا، وحيكون إحنا موجودين فيه، بس تفاصيله صراحة يعني ما عندي تفاصيل كفاية أحكي فيها، فاستنوا على بعد العيد على صفحة الفيسبوك والإنستغرام، إن شاء الله أنا بنزل لكم تفاصيل بالإيفنت اللي رح يعملوه، بس الإيفنت حيكون بعد رمضان، يعني مش هلأ، مو هاي الفترة أساسا. إحنا مو ضايل معنا للعيد إلا يعني هي اليوم أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الخميس أصلا إذا كان الجمعة العيد خلص، إذا كان السبت برضو الخميس خلص، ف there is no time. إن شاء الله بعد العيد أنا صراحة كتير حابة أشوفكم شخص شخص وفرد فرد، فإذا قدرنا إن نعمل إيفنت تكونوا كلياتكم موجودين فيه وأشوفكم، بالعكس يعني أنا كتير بنبسط. فنتركها للأيام، نتركها لفريق أبواب، إنه إن شاء الله نجتمع جميعا في مكان ما، وإن شاء الله إن نلتقي. اليوم يا تاسع بدنا نحكي عن الخلايا الجلفانية، إحنا أساسا حكينا عنها بس بدي أرجع أنبه عليها بشكل سريع. حكينا عن الخلايا الجلفانية ولا ما حكينا؟ مش متذكرة إني حكيت. الله يرضى عليك يا تانيا. هلا مثلا حنبلش حصص بعد العيد عادي، بنزل جدول على ابواب على صفحه الفيسبوك وعلى صفحه الانستغرام على الستوريز انه احنا مثلا بدنا نرجع من بكره حصص. هلا على الاغلب احنا حصتنا رح يتم ترحيلها ل، خلينا اشوف لكم بس التاريخ متى بيكون. التاريخ بيكون يا تاسع 23/4، 23/4 العيد، هذا ما رح ناخذ فيه. هلا ان شاء الله 30/4، اهلا يا لؤي نورت، 30/4 ان شاء الله بتكون في عندنا حصه، تمام؟ يعني احنا الاحد الجاي ما رح ناخد حصه، ال 30/4 ان شاء الله رح ناخد حصه، بس باقي المواد صراحه بدكم تسالوا الناس اللي عن جد يعني اساتذتكم معلمينكم. بلس انكم اهلا يا عبد الرحمن، اهلا اهلا، وانت بالف خير، وانتم جميعا ان شاء الله بالف خير بصحه وسعاده وراحه بال. إذا عملتوا كيك عيد صوروا لي أشوف. طلابي بالمدرسة ما بزبط معاي صورة، هاي واحد. اثنين، تصوروا فرجوني لبسات العيد، أوكي؟ مش تعملوا حالكم مش شايفين، الكل يفرجيني لبسات العيد ذكورا وإناثا. عشان مش لاقي شيء، بس عشان أحكي لكم حلو مش حلو. لا بمزح، كلكم حلوين أكيد. ما لقيت حسابي على الانستغرام، مين اللي عم بيحكي إنه ما لقى حسابي على الانستغرام؟ هو ستات. رنيم، رنيم إذا بتحكي مع سيما أو مع حدا من الشباب والصبايا، ما بعرف صراحة، إذا ما بتعرفيهم أنت جروب الماسنجر فممكن إنه الله يرضى عليك نبعتي لي حلو أونلاين. إيش مس على الصورة؟ أدبر حالي، تخوت وتعسى. طيب احنا وين؟ طبعا انتوا عارفين انه موضوع الاثراء والتوسع بكتابنا احنا ما بنتطرق للمدارس، ولكن في افكار حلوه اذا بتحبوا تقرؤوها فور يو. وصلنا صفحه 42. صح تاسع، الله يرضى عليك محمد، اهلا وسهلا. 46 مساء الورد، أهلا وسهلا، والله نشيطين تاسع، حبيت يعني ممتاز، هيك رجعنا نتنشط يعني عددنا منيح، وانت بألف خير، انتوا جميعا بألف خير. طيب تعالوا نبلش بالمادة، زي ما حكيت لكم محاضرة اليوم حتكون خفيفة لطيفة، ما حشد عليكم، حننهيها بدري كمان عشان تروحوا تكملوا كعكات العيد، تكملوا لبسات العيد وهيك يعني. وإذا حدا عنده أي اقتراح برضه لمحاضرة اليوم يحكي لي. حكيت إنه في جهاز محدد لتفاعلات التأكسد والاختزال، نعم. طيب خليني أعمل شير سكرين لهذا، أكيد يا مريم ملك، يعني هل يعقل نطلع من المحاضرة اليوم وإحنا أصلاً محاضرتنا جاية على عيد وما نربح مفتاح اشتراك الأبواب؟ اي سي منام، يلا يلا تاسع، كثير كثير حكينا حاسه. يس في سؤال رح نحكي عنه، سؤال رمضاني، نعم. هاي كريم لقيتيني صح،
ممتاز. طيب تعال نعمل شير سكرين ونشوف الكتاب، شوف وين احنا وشو علينا. احنا بالمرة الماضية والمرة اللي قبل الماضي كمان كنا مبلشين بموضوع الكيمياء الكهربائية، وهو الموضوع الذي يتعلق بواحد من أهم فروع علم الكيمياء، وحكينا هذا الفرع يا تاسع بدرس موضوع كتير مهم، وهو تحولات الطاقة خلال التفاعل الكيميائي. يا بيكون أنا في عندي تحول من طاقة كيميائية لكهربائية، يعني تفاعل كيميائي بيعطيني كهرباء مثل تفاعلات التأكسد والاختزال، أو تفاعل ما بيصير إلا إذا أنت تدخلت فيه وأعطيته كهرباء، وبرضه مثال عليه تفاعل التأكسد والاختزال، ولكن اللي بيختلف معي بالحالتين يا تاسح هو اسم الجهاز المستخدم. تمام؟ بالمرة الماضية كمان كنا عم نكتب معادلات، حكينا إذا أنا عم بكتب معادلة كيميائية توضح زيادة ونقصان في أعداد التأكسد، فهاي معادلة تأكسد واختزال، وإذا أنا قررت إني أفصل الأنصاف تاعت التفاعلات، فرح أحكي أنا إنه نصف التفاعل اللي بيكون فيه الإلكترونات في المتفاعلات شو بسميه؟ نصف تفاعل شو؟ أشوف الناس اللي دارسة، يا رب حد يكون دارس، شو ما أنشرط. يلا، نصف التفاعل اللي بيكون، أحسنتي يا ريماس، نصف تفاعل اختزال، ونصف التفاعل اللي بيكون فيه الإلكترونات في جهة النواتج سميناه نص تفاعل التأكسد، أحسنت يا أنين. بالتالي أنا في عندي عملية فقد وعملية كسب للإلكترونات، وحكينا طالما إنه في عندي عملية فقد للإلكترونات، يعني في مادة عم تفقد هاي الإلكترونات وفي مادة عم تكتسب هاي الإلكترونات، ضروري يكونوا مترافقات. ليش؟ لأنه إحنا عم نحكي عن قانون حفظ الشحنة. ثواني بس تاسع، هلا اللي بدنا نحكي فيه اليوم هو شو، كيف انا ممكن اشبك جهاز اعمل فيه انا تفاعل التأكسد والاختزال وفعليا اشوف انه في عندي انتقال للتيار الكهربائي. احنا حكينا انه تفاعلات التأكسد والاختزال هي تفاعلات بصير فيها حركين الالكترونات. طيب ما اساسا يا تاسع، اساسا تعريف التيار الكهربائي هو مجموعة من الشحنات السالبة اللي بتمشي مع بعضها في خط مستقيم او في عدة اتجاهات. بناء عليه يا تاسع، طالما انه انا في عندي تيار كهربائي متولد نتيجة حركة هاي الالكترونات، ممكن انا استفيد من تفاعل التأكسد والاختزال باني انا انتج تيار كهربائي. بس اذا انا جيت معاكم مثلا هلا وكتبت التفاعل على الكتاب وقلت لكم يلا هون في عندي فقد وهون في عندي كسب، من دون ما نحط جهاز فعليا يكشف عن وجود التيار الكهربائي، ما رح يبين معي انه في تفاعل. فالفكرة كانت وين؟ الفكرة كانت انهم بلشوا يعملوا تجارب. جابوا مثلا وعاء، خليني اخذ القلم، اخذوا وعاء حطوا فيه قطيب من الزد ان، اوكي، وحطوا هون محلول من السي يو اس او 4، ماشي. بس هذا اللي عملوه. بعد فترة من الزمن يا تاسع لاحظوا انه هذا الخالصين زد ان اللي هو الخالصين بعد فترة من الزمن بلش يتآكل، اوكي، هاد بلش يتآكل وصار يترسب عليه طبقة من مادة مختلفة تماما. فشو اللي كان عم بصير؟ انه الزد ان عم تنزل على المحلول بتصير زد ان موجبتين، صح؟ انها بتنزل على شكل ايونات تتآكل، يعني بتنزل على شكل ايونات، بينما السي يو هاي اصلا هي في المحلول بدها تكون سي يو موجب اثنين اس او 4 سالب اثنين. ليش؟ لانها عباره عن ماده ايونيه، هاي الماده بتتفكك بتعطيني ايون موجب ايون سالب، صح؟ فهاي السي يو الموجب اثنين الموجوده في المحلول كانت تروح عند القطب هذا اللي عندها وترسب على شكل ذره تطلع على شكل سي يو لحالها. طب شو اللي عم بصير؟ انا عم بحكي انه انا كنت زد ان طلعت زد ان موجب تيرين. شو العمليه يا استاذه؟ شو العمليه وليش هيك العمليه؟ شو رايكم؟ ليش تاكسد يا ملك؟ ليش تاكسد يا عمر؟ فقد غير انه فقد، احنا لسه ما حطينا الالكترونات. ليش حكينا انه هاي المعادله تمثل معادله التاكسد؟ شو حكينا؟ زياده في عدد التاكسد، احسنت يا زيد. انا هون عندي صفر، هاي هون عندي موجب اثنين، زيادة في عدد التأكسد تأكسد، باجي عند الرقم الكبير هون بحط زائد 2 إلكترون، تمام؟ حلو، تعال على المعادلة الثانية شو بتمثل؟ معادلة اختزال. طب ليش حكيت إنها اختزال؟
كيف عرفت؟ لسه الإلكترونات مش في المعادلة. بيقل، برافو، نقصان في عدد التأكسد اختزال، فباجي هون بحط زائد 2 إلكترون، بلاقي إنه عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة، بشطبهم مع بعض، بكتب معادلة التفاعل الكلي. راح أكتبها هون، عندي Zn زائد Cu موجب 2، بطلع ب Zn موجب 2 زائد Cu. هاي هي معادلة التفاعل الكلي. طيب، هلا احنا لما عملنا هاي التجربة فعليا في اشي ممكن يفرجيك انه والله في حركة للالكترونات، في عندك تيار كهربائي، في جهاز ممكن يقيسلك اصلا التيار اللي طالع عندك؟ شو رأيكم؟ الامبير يا عمر وحدة قياس التيار، الاميتر هو الجهاز المستخدم لقياس التيار الكهربائي في الدارة، تمام؟ فبناء عليه أنا هون بدي أروح أشبك إيش؟ أميتر، عشان أشوف إذا فعلياً بتحرك التيار ولا ما بتحرك. فحكوا بنسمي هاي الدارة، شايفين الرسم اللي أنا رسمتها؟ اللي فيها القطب تبع المادة اللي هو المصعد، وفي عندي جوا محلول لمادة تانية بصير لها اختزال، بسميها دارة كهربائية بسيطة، أو دار عفواً خلية جلفانية بسيطة. شو يعني خلية جلفانية بسيطة؟ يعني هي عبارة عن جهاز بصير فيه تفاعل تأكسد واختزال، وحكيت عنها إن هي بسيطة يا تاسع، هي مكونة بس من وعاء واحد. طب إذا أنا قررت أجيب وعاءين وأفصلهم بتصير خلية جلفانية بشكل عام، تمام؟ طب تعالوا مع بعض نجرب نفصل نفس هاي الخلية. لو قررت أنا أجي تحت أرسم نفس هاي الخلية، يعني قصدي نفس العناصر، بس إني أفصلهم لا وعاءين، بدي آخذ هات اللون واجي احكي انا عندي هاي الوعاء الاول وهي الوعاء الثاني. يس يس يا مرة، براجع فيه. باجي بحكي هاي هون عندي الزد ان، وهاي هون عندي سيو. واكيد طبعا عشان الالكترونات تتحرك واشبكها بدي احط اسلاك، صح؟ طيب هلأ أنا شوفوا معي، أنا حطيت وعاءين، حطيت قطبة من النحاس وقطبة من الخارطين. اعتماداً على رسمتنا اللي فوق، مين اللي كان بصير له تأكسد؟ يعني فقد للإلكترونات. شو رأيكم تاسع؟ مين اللي كان بصير له؟ الخارطين، برافو عليكي. معناها الإلكترونات رح تتحرك من الخارطين، تصعد منه، تروح لعند مين؟ لعند السيو، تهبط عليه، تمام؟ طيب كيف يا مرح؟ ما فهمت شو بتعلقي؟ مرح بس وضحي لي جملتك عشان افهم شو عم بتقولي. فالفكره يا تازع انه انا صار في عندي جهه فيها تاكسد وجهه فيها اختزال. هلا الجهه اللي فيها تاكسد بسميها مصعد، هذا القطب بسميه مصعد، وهذا القطب بسميه مهبط، تمام؟ طيب هلا الفكرة عندي هون يا تاسع إنه هي دائرة كهربائية، يعني التيار الكهربائي لازم يضل يلف، لازم من فوق ومن تحت. طب اطلع علي بالجزء الأسفل تحت بالدائرة الكهربائية، أنا ما عندي أي نوع من الاتصال بين الوعاءين الموجودين عندنا، عشان هيك رح نضيف قطعة. هاي القطعة بنسميها شو؟ شو بنسميها؟ لا، شو رأيكم؟ بنسميها يا القطب هو هاد، بس القطعة اللي بنضيفها بنسميها قنطرة ملحية، ماشي؟ بسميها قنطرة ملحية. القنطرة الملحية هي عبارة عن أنبوب على شكل حرف يو، بكون حاطة فيها أنا عشان تحفظوه يا مرح KCl، أو مثلا ممكن أكون حاطة فيها أهلني سلسبيل. إيش سلسبيل؟ كأنك صارت تتأخري. بحط في القنطرة الملحية محلول كهربي. شو يعني محلول كهربي؟ يعني محلول ايوني، يعني بتفكك بتعطيني ايونات موجبه وايونات سالبه، تمام؟ ليش؟ شو وظيفتها؟ وظيفتها تحافظ لي على التوازن الموجود داخل الدائره الكهربائيه. طيب لو جيت حكيت هلا شو اللي عم بصير عندي؟ انا عندي هون الخرصين عم بتاكسد، عم بنزل على المحلول على شكل ايونات هون زد ان موجب 2. هاي الصفيحة بعد فترة بما انه عم بصير لها تآكل لان هي عم تنزل على شكل ايونات، شو رح يصير بوزنها؟ شو رح يصير بوزن المهبط؟
راح يقل، بالتالي بعد فترة من الزمان راح يقل كتلة المصعد. طب طلع معي على المهبط، المهبط هون طبعا بيكون في عندي أنا محلول من طبيعة المادة المستخدمة، يعني SO4، وهون بيكون عندي ZnSO4 مثلا. فهون أساسا في المحلول، يس صح يا أنسة، CO موجب 2 بيصير يترسب هون على شكل ذرات، هو كان أيون صار ذرة. إذا شو العملية اللي صارت؟ شو رأيكم؟ كان أيون صار ذرة، اختزال، أحسنتي، معز بسيطة يا رؤي. بالتالي بتصير لكتلة المهبط بما إنه أنا عم تترسب عليه ذرات، شو بصير في كتلته؟ تزداد. إذا تزداد كتلة المهبط وتقل كتلة المصعد بعد فترة من الزمن لحدوث التفاعل الكيميائي. طيب الفكرة هلأ هون يا تاسع، أنا حكيت إن إحنا حطينا القنطرة الملحية عشان توازن للدالة الكهربائية، طيب كيف؟ طلع معي على الوعاء الأول، الوعاء الأول في زد أن موجب 2، الصفيحة عم تتآكل وعم بتنزل لي زد أن موجب 2، معناها تركيز الأيونات الموجبة داخل وعاء المصعد شو عم بصير فيه؟ تركيز الأيونات الموجبة داخل وعاء المصعد شو عم بصير فيه تاسع؟ يزداد. معناها أنا هيك خربت الدنيا، أنا بدي الجهتين يكونوا نفس الإشي، فبتصير القنطرة الملحية تنزل على هذا الوعاء أيون بعكس الإشارة عشان يعادله. طب إذا أنا بحكي لكم إنه أنا عندي زيادة في الأيون الموجب، شو راح تنزل القنطرة الملحية؟ أيونات سالبة، برافو يا سيما. بينما بالجهة الثانية طلعوا على المهبط، المهبط كان عم بيكون فيه CU موجب 2 وSO4 سالب 2، هلأ CU موجب 2 عم بصير لها اختزال، عم تترسب على شكل ذرات، يعني الأيونات الموجبة عم بتزيد ولا عم بتقل؟ عم بتقل، برافو. طيب معناها هون القنطرة الملحية شو بدها تنزل منها عشان توازن؟ أيونات بعكس الإشارة، فرح تنزل أيونات موجبة، لأنه أنا الموجب عندي يا عمر عم بقل، السالب عم بصير أكتر، بدي أنزل إشي يعادله فبنزل أيونات موجبة. هلأ بدي أياكم تنتبهوا على شغلة كتير مهمة يا تاسع، هو صيغة السؤال. هذا النوع من الخلايا الجلفانية بيجي عليه سؤال كامل بأنك ترسم وتحدد الأقطاب اللي مصعد والمهبط، القطب عبارة عن مادة فلزية موصلة للتيار الكهربائي، يا بتفقد يا تكسب إلكترونات. بس الفكرة إنه هذا النوع من الأسئلة إذا أجاك برجع بحكي رح يكون على شكل أفرع، يعني يحدد عين كيف حركة الإلكترونات وكيف حركة الأيونات. فلازم تكون عارف يا تاسع إنه الإلكترونات تتحرك من المصعد باتجاه المهبط، وبتعين الفلز اللي على المصعد، يس لازم نرسم، والفلز اللي على المهبط، زائد تعرف كيف حركة الأيونات. لما بسألك عن حركة الأيونات فهو بسألك عن حركة الأيونات الموجودة في القنطرة الملحية. فمثلا في هذا المثال باجي بحكي تتحرك الأيونات السالبة باتجاه وعاء المصعد بين قوسين الخارصين، باجي على الجهة الثانية أنا عندي CU موجب 2 في الوعاء قل، معناها أنا عندي الأيونات السالبة أكثر، معناها تتحرك الأيونات الموجبة باتجاه وعاء المهبط اللي هو عند السي، تمام؟ وبدك تتعامل في هذا النوع من الأسئلة يا تاسع على إنه تفصل بالتفاصيل للحداء اللي عم بصلح لك عدد الإلكترونات، المصعد، المهبط وإلى آخره. ماشي؟ واضح الأمور؟ الحمد لله. وين بقية الناس؟ واضح الأمور يا جماعة؟ أهلاً يا ساندرا، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب افتحوا كتابكم معي على هاي الصفحة عشان بس بدنا نحدد أهم الأفكار. هون تسمى الأدوات التي تحدث فيها الخلايا التفاعلات التأكسد والاختزال منتجة للطاقة الكهربائية أو مستهلكة لها، الخلايا الكهروكيميائية منتجة للطاقة زي الخلايا الجلفانية. لما بصير التفاعل من تلقاء نفسه أنا ما بتدخل فيه، التفاعل تلقائي بيعطيني مباشرة طاقة كهربائية، هاي بحكي منتجة للطاقة. بس إذا كنت أنا عم بضطر إني أنا أعطيه تيار كهربائي عشان يصير هذا التفاعل، بحكي عنها مستهلكة للطاقة، يعني خلايا التحليل الكهربائي، وهذا إن شاء الله حيكون الدرس الثاني. صفحة 47 يا ملك.
طيب من الأمثلة على ليش منتجة؟ لأنها بتعطيكي تيار كهربائي. هلا إحنا عم نتحرك مش جاينا على الأميتر، حركة الإلكترونات هاي اللي من فوق وحركة الأيونات اللي من تحت بتعطيني تيار كهربائي، تمام؟ واضح الأمور؟ طيب تعالوا على أمثلة على الخلايا الجلفانية. البطاريات الموجودة في حياتنا هي أهم الأمثلة على خلايا الجلفانية. كمان يا تاسع مثال على خلية جلفانية موجودة بحياتنا اللي هي بطارية السيارة. بطارية السيارة من الأمثلة الرهيبة على خلية الجلفانية، وتصلح أن تكون أيضا في وجهات أخرى خلية تحليل الكهرباء، بس رح نحكي عنها إن شاء الله في وقتها. هلأ الخلايا الجلفانية تعريفها هي عبارة عن أدوات يحدث فيها تفاعلات أكسدة الاختزال يؤديان إلى إنتاج تيار كهربائي، تتحول الطاقة فيها من كيميائية إلى كهربائية. هلأ هون تفاعل تأكسد واختزال، بس ضيفولي كلمة تلقائي. يس شو يعني تلقائي؟ يعني أنا ما بتدخل فيه، حتى الكهرباء ما رح أعطي، تمام؟ ماشي يا تاسع. طيب نيجي هون، يس هون على تعريف القطب. طبعا مكونات الخلية الجلفانية البسيطة مهم، نيجي على أنها مادة صلبة موصولة في دائرة كهربائية تنتقل أو تنقل الإلكترونات من المحلول المصهور وإليه. طيب نيجي على التعريف الثاني اللي هون اللي هو المحلول الكهربي. محلول يحتوي أيونات موجبة وسالبة حرة الحركة تسمح بالتيار الكهربائي بالمرور. طيب لو سألتكم يا تافه أعطوني مثال على محلول كهربائي موجود بحياتنا. محلول يسمح بالتيار الكهربائي بالحركة يحتوي على أيونات موجبة وأيونات سالبة. حلو، نترات الصوديوم. بس بدي إشي بحياتي، إشي موجود عندنا بالبيوت، قصدي طناجر. لا يا مس، لا لا جهد كتير هيك انت. الماء يا عمر موصل، بس الماء مش محلول كهربي، مش محلول المي، مادة شكلها والله يا لؤي. اشي موجود ببيوتنا يا تاسع. البطارية مثال على خلية جلفانية. أنا بدي مثال على محلول كهربي موجود ببيوتنا. الكوفي، لا مش الكوفي، الكوفي مثال على محلول مخلوط عفوا، الذهب. طيب أوكي، متذكرين وإحنا صغار لما كنا نحكي عمار سكر الجلوكوز محلول غير كهربي لا يوصل تيار كهربائي؟ طبعا عكس اللي حكى عمر يا جماعة. شو؟ لا مش المصباح. لا عمر حكالي السكر، ملح الجلوكوز. لا الملح العادي، لحد يعودكم الملح العادي الموجود عندنا ببيوتنا اذا حطيناه بكاسه مي وشبكنا معاه دائره كهربائيه فهو بوصل التيار الكهربائي، فهو مثال على محلول كهربي، تمام؟ هاي الخلية اللي عندنا مالها يا تاسع؟ خلية بسيطة. وليش؟ ليش خلية بسيطة؟ لأنها مكونة من وعاء واحد. أحسنت يا تانية. طب تعالوا حددوا هون المصعد اللي بصير عليه عملية التأكسد، وهو القطب السالب. القطب السالب هاي حط عليها بوكس قد الدنيا. مهم. بيجيك سؤال، ما إشارة المصعد في الخلية الجلفانية؟ بتعرف تجاوب. إشارة المصعد إشارة سالبة. طيب والمهبط؟
عبارة عن القطب الذي يحدث عليه نسج تفاعل الاختزال، وبكبسر كمان القطب الموجب. إذا ما هي شحنة المهبط؟ مهم الشحنات. ماشي، طيب التفاعل الكلي، مو طويل الاشي، رح اشرح بس فكرة بسيطة وخلاص اخليكم تروحوا. بلشنا، مس جعت، مس انعست، مس بدي اروح، لا تطولوا بالكم شوي. التفاعل الكلي هو التفاعل اللي بيحدث في الخلية القلبانية، فهو مجموع انصاف تفاعلات بعد التأكسد والاختزال، بحيث أجمع المواد يسار السهم والمواد يمين السهم. بس بدي أنتبه إنه الإلكترونات بتكون المفقودة بتساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. يس، ماشي ماشي أحمد، بس رح أشرح كمان فكرة بسيطة وأخليك تدرس امتحانك. شوفوا هون تاسع في هذا المثال، الام جي هي المصعد، اذا شو اشارته؟ سالب، اما المهبط موجب. شو العمليه اللي بتصير على المصعد؟ تاكسد. اللي على المهبط اختزال. طيب لو سالتكم سؤال، مين الانشط كيميائيا، المغنيسيوم ولا النحاس؟ شو رأيكم؟ الام جي. طب هل يا ترى هذا الموضوع انه هي انشط له علاقة بانه موجود على المصعد؟ شو رأيكم؟ كيف؟ بفضل انه جماعة تاسع الف ما يجاوبوا. اوكي، اذا ليش واذا لا ليش؟ سريع، الإلكترونات. برافو عليك يا زيما، أحسنتي. كل ما كان الفلز أنشط كيميائيا، كل ما كان قادر أنه يفقد أسراف بيصير له عملية تأكسد. تمام، كنت عم بسأل يا ملك، هل موقع العنصر في السلسلة النشاط الكيميائي يتعلق بموقعها على المصعد أو المهبط؟ نعم، إذا كان الفلز أنشط كيميائيا، الفلز الثاني بحطه على المصعد لأنه بيكون فقده أسهل. لو جاوبتها بالحصة صح، مس صح صح مظبوط. طب لو سألتكم مين الفلز اللي هون كتلة صفيحته بتزيد بسرعة، يعني أنا سألت مين الفلز، أحسنتي يا أنسة، مين الفلز اللي كتلة صفيحته بتقل؟ عم بسأل عن الفلز. برافو الأم جي. طيب كم عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة؟ شو رأيكم؟ حلو، اثنين. هذا باختصار موضوع الخلايا القلبانية، يعني هو السؤال امتحان رح يجيك بالضبط نفس هذا المثال، خلية قلبانية قطبها من فلز كذا وكذا، استعمل بسلسلة النشاط الكيميائي، ليش تستعمل فيها؟ عشان تحدد مين المصعد ومين المهبط. بعدين بيجي بحكي لي ارسم خلية جلفانية، اكتب نصفي التفاعل، اكتب معادلة كيميائية، واتوقع التغير في كتلة كل واحد بعد مدة زمنية. تمام؟ صوتي واطي تاسع؟ طيب نسأل السؤال الرمضاني بعدين خلص، عشان تروحوا تفطروا وتجهزوا أموركم، بس دعوني أدور على سؤال. يلا يلا يا شهد، هانت والله كلكم تعبانين، واضح عليكم.
نعم يا سيما، نعم. طيب أسألكم سؤال كيمياء، في عنصر من العناصر الكيميائية بنسميه إحنا الذهب الأبيض، شو هو؟ عنصر، لا مش الألماس، مش الألمنيوم، مش الفضة، جوجل، مش الزئبق، لا لا، ولا حدا حتى نزلها على جوجل. احنا في عنا عنصر في الكيمياء بنسميه الذهب الأبيض، البلاتين. برافو يا سيما، برافو برافو يا سيما، أحسنتي والله سيما. من الأول أنا حكيت رح تجيبيها، خلص أحسنتي يا سيما قدها. البلاتين هو الذهب الأبيض يا تاتا. طب وين درسنا البلاتين؟ يلا انضموني عادي، قولوا لي ماس، احنا ما اخذناه. يلا تفضلوا تفلسفوا عادي عادي. وين درسنا البلاتين؟ ما اخذناه؟ طيب وين؟ شو حكينا استخدامات البلاتين؟ برافو، ليش حكينا؟ ليش حكينا انه يوضع داخل الاشجار؟ ليش صوفيا لسه موجود؟ جد واطي؟ سامعيني تاسع؟ لماذا صار صوتي واطي؟ ممتاز. طيب احنا اخذنا البلاتين بنشاط الفلزات، حكينا انه نستخدمه داخل اجسامنا، بس ليش؟ ليش ليش ليش؟ لانه نشاطه قليل. احسنتي يا لما، الحمد لله الحمد لله. دارسين دارسين يعني دارسين كمان. في مبعثين رقم على الشارع عشان ياخذوا فريق ابواب. ايش اللي راح؟ ما هو اللي راح؟ لا لا يا رؤي، لا لا، في شغلات بكون مبين مين فيها دارس ومين فيها بجوجل هاي الاشياء، بس لما اسالك وين درست معاي ما فيش فيها جوجل، صح؟ الا اذا بتعمل هيك رؤي، صح؟ احكي لي احكي لي احكي لي، بس انا بجوجل كل شيء. بدنا مسابقة والله هاي على فكرة أبوها. عن الكل يا سيما. ايش مالك؟ ما راح تكتبي بتعملي كوبي بيست؟ مالنا؟ لا كمان سؤال، هي تأتي مرة واحدة صح؟ هو أصلا النت بهاي الفترة اللي هي فترة الغروب بصير كتير كتير صعب. هلا الفاس سيما، ما هو لسه ما تواصل. ليش ما تواصلتوا يا فريق ابواب مع لؤي؟ زعلناش لؤي لو سمحتم. طيب تاسع نوقف هون اليوم. يس شايفه جنى، كيف حالك؟ هلا انتبهت انك دخلتي. طيب كل عام وانتم بخير يا تاسع، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. ان شاء الله يا شفته، ان شاء الله نلتقي على خير وهدات بال بعد العيد، انبسطوا بالعيد وهيك فرفشوا، وان شاء الله بنرجع نلتقي بهم نشاط بعد العيد. عمر انا بكره جاي اشوفك انت ولؤي، نلتقي ان شاء الله في الاسبوع مش الجاي اللي بعده. بما انه لسه في ضايل ليلتين فرديات، لا تنسونا الدعاء. تمام، نراكم على خير، انتم بألف خير. يلا تقبل الله صيامكم، نراكم ان شاء الله.